خلاص البطولة خلصت، يلا بقى لموا النجيلة وشيلوا المدرجات وحطوا نفتالين واقفلوا الاستاد بسرعة وحطوه في النيش. البازي يفسر مقال الحسين ظالما محاولة لاسترداد الإمام من بلطجية الإخوان. يا جماعة الراجل غرضه شريف، هو بس عاوز الإمام بدل ما هو واقف كده ضد الظلم ومع نصرة الإسلام يسيبه من الكلام ده ويروح يقف مع البازي واللي زيه مع قتالين القتلة والمنافقين. احنا بنعكس الظلم بأثر رجعي ومش عاوزين حد يقف ضده ولا حتى في الماضي. ركاب قطار يرفضون استئناف رحلتهم من أسوان إلى القاهرة. ركاب قطر أسوان القاهرة لما ركبوا القطر لقوا التكييف متعطل وفضل متعطل لحد إدفه، فاعترضوا ورفضوا استكمال الرحلة. هو الحقيقة الجو حر جدا والمسافه طويله والمفروض ان ده قطر مكيف وتذكرته غاليه، بس كل ده مش معناه ان الناس دي تعترض وتعمل بلبله وتشكك في انجازات كامل به الوزير. دول لو عندهم وطنيه فعلا كان ممكن يتصرفوا، يعني ينفخوا في وش بعض على ما يوصلوا، يجروا جنب القطر وهو ماشي بدل ما يركبوه، بدل الكتمه جوه القطر، او مثلا يموتوا من الحر وبالتالي بقيه المسافه مش هيحسوا بمشكله الحر لانهم هيبقوا ميتين. الحلول كتير والله، بس احنا شعب مش متعاون ابدا. زعيم المعارضه التركيه دفعنا ثمنا غاليا في صراعنا مع مصر. وشاهد شاهد من الاتراك في كبير المعارضين وقائد بارز ورئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضه التركي اللي اسمه كمال اوغلو، طلع قال كلام مهم قوي قوي قوي. اعترف اوغلو اهو ان الدوله التركيه دفعت ثمنا باهظا للصراع مع مصر، ودي كلمه كبيره جدا جدا جدا، اسمعوها ورددوها وانشروها لانها توريكم قيمه مصر. الله يا عم احنا مصريين اهو وهنموت ونقطع علاقتنا بمصر والله، فانا مش فاهم انت جبت الكلام ده منين. وبعدين هو انت فاكر لو علاقتك بمصر كويسه كان ايه اللي هيحصل؟ يعني كل الموضوع ان مصر كانت هتشحت منكم بس مش اكتر، يعني كانت هتيجي عليكم بخساره والله. بالنسبه للأسئلة بقى، فأردوغان في صراع مع السلطة في مصر لأنها ظلمة وقتلت قتلة ومنقلبة على رئيس منتخب وبيساعد الإخوان لأنهم مظلومين وهربانين من قمع واعتداء العسكر. الإجابات دي هتفهمها ولا أنت بتتفرج على أحمد موسى كتير ولا نظامك إيه بالظبط؟ تامر أمين يقدم آخر النهار حلقة 2050 بتقنية فيس آب. هديكوا عصارة الخبرة وبهاريز الحكمة وكلاوي الإعلام، وهقول لكم كلام فيه 80 سنة مشوار حياة. تخيلوا لو أنا بقول لكم أخبار يوم 15 يوليو 2050، تخيلوا معايا ممكن تكون إيه الأخبار اللي أنا بقولها لكم وأنا في السن ده الشكل ده. ممكن واحنا بنتكلم زي ما في كاس الامم دلوقتي ممكن اطلع اقول لكم ان مصر وصلت مع البرازيل لنهائي كاس العالم اللي هيتلعب في دوله كوبيسوسو في سنه 2050. لا يا تامر ارجوك اوعى تقول لي انك هتفضل تقدم البرنامج لحد سنه 50، اكيد ان شاء الله في حاجه هتحصل قبلها توقفه، القناه هتقفل مثلا او هيلغوا التلفزيونات او البرنامج بتاعك نفسه مش هيستحملك وهيشنق نفسه اي حاجه بس ما تكملش. بس عجبني بصراحه ان تامر لما حاول يستنتج اخبار راح على الرياضه وقعد يهري وما جاش ناحيه السياسه خالص. هو عنده حق بصراحه لان غالبا ساعتها مش هيبقى في حاجه اتغيرت في السياسه، السيسي هيبقى موجود برضو عادي، يجوز الشعب والبلد ما يبقوش موجودين بس السيسي هيبقى موجود. مرتضى منصور لحفيظ دراجي بعد زيارة أسرة أبو تريكة، أنت غير مرحب بيك في مصر. في ولد اسمه حفيظ خراج، حفيظ دراج، شوفوا شعب الجزائر فوق دماغنا. ما هذا الإرهاب اللي اسمه حفيظ خراج أو حفيظ دراج؟ أنت غير مرحب بيك في مصر أيها الإرهابي اللي عايش في قطر. هو حضرتك جاي تستفز شعب مصر وتقول أبو تريكة وتروح تزور أم أبو تريكة، دي حريتك الشخصية. إنما تكتب إنها عيلة محترمة وعائلة وعائلة، أنت جاي تعمل فتنة في بلدي؟ غير مرحب بيك يا مرتضى، هي مصر دي بيت الست والدتك يعني؟ انت ليه محسسني انه خبط على باب البلد وانت قمت فتحت له؟ ايه ده كده يا راجل؟ ما تبينش قوي انك محروق منه عشان راح زار بيت تريكه وقبلها راح زار النادي الاهلي ومعبركش؟ بصراحه من ساعه ما تركي ساب مصر ومرتضى بقى نرفوز جدا وهرموناته مش عجباني. وبالمناسبه اسلوب انك لما تتكلم عن شخص تعمل نفسك قال ايه مش عارفه ومش فاكر اسمه عشان تقول انه ولا حاجه، ده بقى اسلوب طن قوي الصراحه يعني. المتحدث العسكري، العناصر الارهابيه تقوم بمحاولات يائسه لتشويه التقدم الذي تحدثه الدوله. زي ما حضرتك قلت طبعا دي محاولات يائسه وفاشله، الغرض منها هي تشويه النجاحات اللي تم الوصول اليها الان من فرض السيطره التامه واعاده الحياه الى طبيعتها والهدوء والاستقرار في شمال كافه انحاء شمال سيناء. محاولات يائسه؟ ده الياس بتاعهم وحش قوي يا اخي. امال لو كان عندهم امل ان هم ينجحوا كان عملوا فينا ايه؟ كانوا اغتصبونا قبل ما يفجرونا مثلا ولا ايه يعني؟ نبيله مكرم وزيره الهجره تعلق على واقعه اعتداء الشرطه الرومانيه على مسافر مصري. طب حضرتك يا فندم هنقدر نعمل ايه للمواطن ده؟ يعني احنا دلوقتي بقالنا فتره ما بنسيبش حقوق المصريين بره. الحاجه الثانيه ان انا متابعه مع سفارتنا في رومانيا لانه لابد ان احنا ناخد الاجراءات ونتابع سير التحقيقات في هذا الشان، عايزين نشوف هم بيقولوا ايه اللي هي الخطوط الرومانيه. اه فعلا الموضوع ده ما يتسكتش عليه. هم لما الاجانب يهينوا مواطن مصري بره سابوا لنا احنا ايه نعمله فيه جوه لما يجي مصر؟ ده اعتداء سافر بصراحه على شغل الحكومه. عموما لو الاجانب خدوا مننا موضوع اهانه المصريين ده وهم اللي بقوا بيعملوه فاحنا اللي لسه بنقتلهم وبنسرقهم برده عادي ولا يهمنا يعني. اغنى اثنين واكثر اثنين معاهم صحه، عمرو اديب يعلق على لقاء الهضبه وساويرس. تفتكروا يا ترى فين؟ محدش عارف، بس انا بقول هم في اليونان، وقال لك قابلوا بعض صدفه، القمتين اللي هم صحتهم جامده جدا، اللي فلوسهم ما بتروحش، اللي
حياتهم ناجحة على طول، اللي ما عندهمش أي مشاكل، الاتنين قابلوا مع بعض بوقت واحد في حتة واحدة. صدفة غريبة فعلا. أنا كنت فاكر بصراحة إن الاتنين اتقابلوا في خزنة بنك مثلا وهم بيعدوا فلوسهم، بس طالما أنت قلت اليونان فغالبا كده هم اتقابلوا هم رايحين يشتروا اليونان نفسها. أردوغان يدفع شعبه للياس، انتحار 46 تركيا بعد فصلهم من أعمالهم. إيه ده جد والله؟ ويا ترى كل واحد انتحر لوحده ولا انتحروا مع بعض عشان ياخدوا ثواب الجماعة؟ وأردوغان بقى كان مديرهم المباشر ولا الاتش ار بتاعهم؟ طب احنا ممكن جدا نستفيد من الموضوع ده، احنا عندنا اشهر وسيله انتحار في العالم اللي هي مترو الانفاق، فانا بقول نعمل اعلانات لاي تركي يتفصل من شغله ويجي ينتحر عندنا ونبقى شجعنا سياحه الانتحار. بس هي المشكله ان اي تركي يائس اول ما يوصل مصر ويشوف اللي فيها غالبا مش هينتحر، وهيعرف انه كان في نعيم وهيرجع تركيا يبوس ايد اردوغان. برهامي يواصل كشف المستور عن الاخوان ويؤكد اعلام الجماعه يكفر ويخون. اه فعلا اعلام الاخوان بيخون وبيكفر، لكن اعلام برهامي عادي ماشي على الموضه يعني ما فيهاش حاجه. وبعدين كشف مستور ايه يا برهامي؟ يا اخي روح استر نفسك الاول قبل ما تكشف سطر حد. لا بيقول لك ايه، انه لا بد لابناء الحركه الاسلاميه والسلفيه بصفه خاصه ان يتخلصوا من الضغط النفسي الذي يمثله اعلام الاخوان في الاتهام بالخيانه والنفاق، اللي هو ما تتكسفوش يا جماعه، خونوا نفقه عادي، كام اوت بقى وفككم من كلام الناس. توفي عكاشة يا هبله يا بنت الهبله، دي معلومه مش تحليل خبر. قناه اسمها قناه العرب طلع قط تتريق علي، وجايبين واحده كده تعمل برنامج ويقول لك بقى اما المحلل السياسي فلا بد ان نستمع للتحليل السياسي لتوفيق عكاشة، وجايبيني وانا بقول ان كارلو ماركس هو حاخام يهودي ماسوني استطاع ان يقدم الفكر اليسار. طب ده في ايه ده؟ دي مش تحليل ده معلومه. وتقوم قايله ايه بقى؟ اه يعني ما هوش اخوان. والله يا هبله والله عتيف انا مش عارف اقول لك ايه، بس هو غالبا يعني هي ليها حق تتريق عليك، بس انت تلاقيك مستغرب عشان مش مستوعب اللي انت قلته. ما انت لما تقول ان ماركس كان حاخام يهودي كانك بتقول بالظبط ان البابا توادرو السلفي وهابي مثلا، فغالبا لو في هبله في الموضوع ده هيبقى حضرتك، وحتى هيستخسروا يدوك طبله تمسكها. والله مصطفى بكري، الوضع الاقتصادي في تركيا انهار وانشقاقات بالجمله في حزب اردوغان. الوضع الاقتصادي انهار، المظاهرات بدات تخرج في الشارع التركي. مرشح حزب العدالة والتنمية حزب أردوغان سقط في اسطنبول وفاز المرشح المعارض. يعاني حزبه من انشقاقات وانسحابات بالجملة في الوقت الراهن من أقرب المقربين لأردوغان. ياه أردوغان بقت حالته صعبة جدا. الحمد لله احنا ما عندناش أحزاب أساسا عشان حد ينشق عنها، ومنعين المظاهرات بقانون التظاهر، فما فيش حد بيقدر ينزل الشارع، لدرجة ان الشرطة بتضطر تطلع تقبض على الناس من بيوتها. والله وما عندناش اقتصاد أساسا عشان ينهار، عشان كده احنا تمام ومستقرين مش بننهار زي أردوغان. أديه للهيومن رايتس، اخبطوا راسكم في الحيط ولن تقدروا على الوقيعة بين مصر والكويت. هيومن رايتس ووتش المنظمة المشبوهة طلعت تقرير بتهاجم فيه الكويت الشقيق بسرعة. أسوشيت بريس وكالة الأسوشيت بريس خدت الموضوع بتاع الهيومن رايتس ونشرته كوكالة، وزعته على الصحف، حوالي 10 صحف نشروه، عملوا حملة إعلامية ضد مين؟ ضد الكويت، عشان ما تسلمش باقي الخلايا النائمة والنشطة لمصر. اه احنا دول وسخة وبنقبض على أبرياء وبنسلمهم لبعض عادي، انتوا مالكم انتوا؟ انتوا نرفزتوا الأستاذ ديه وخليتوه مش عارف ينطق اسوشيتد بريس. وبعدين احنا عندنا انتربول عربي، بس هو مختلف شويه عن الانتربول الدولي. الانتربول الدولي بيقبض على مجرمين، احنا بقى بنقبض على اللي ما عملوش حاجه وبنخلي المجرمين هم اللي يحكموا. اديه عن تحول محمد ناصر من معارض لمؤيد للاخوان، كان اشرف لك تتحول جنسيا احسن. لكن تعالوا شوفوا محمد ناصر كان وهو قاعد في شوارع القاهره بيعبد وبيعشق جمال عبد الناصر، سبحان الله لما راح بره الاخوان عملوا غسيل دماغ. قولوا لي هل هذا الشخص اللي انتقل من اقصى اليمين او من اقصى اليسار لاقصى اليمين بهذا الشكل المتحول ده لو عملت عملية تحويل جنسي اشرف لك؟ انت يا ديه بتتكلم عن تحول المواقف وبتقول ان التحول الجنسي اشرف؟ تحب اوريك كنت بتقول ايه ايام ثورة يناير ودلوقتي بتقول عليها ايه؟ بس انا مش هطلب منك تتحول جنسيا لانها هتبقى مأساة بصراحة. انا بس عاوزك تتحول لاي حاجة ملهاش بق ما بتتكلمش يعني. ان شاء الله تتحول لكرسي انتريه مثلا، انا موافق بالتفاصيل والادلة. القرضاوي صناعة مخابراتية اجنبية. يبقى المخابرات الامريكية بلغت الاخوان في 2007 سخنوا، يلا فاكرين بقى كفاية وغيره والحاجات دي كلها. طيب كانوا يبحثوا عن شخصية فيها مواصفات مسلم خطيب مفوه سني، عايزين يعمل ايه؟ يقعد يوعظ الناس ويلم الناس حواليه باسلام، يقول اسلام طري، اسلام لين، اسلام وسطي. قعدوا الاخوان يدوروا وقدموا سيفيهات كتير جدا. المخابرات المركزيه الامريكيه اختارت يوسف القرضاوي للقيام بهذا الدور على غرار دور القس بيلي جراهام. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ امريكا قالت للاخوان يستعدوا للحكم، ام الاخوان عاملين حركه كفايه اللي هي اسسها جورج اسحاق اساسا وطلع اخوان راخر، وبعدين قدموا سيفي القرضاوي للمخابرات؟ ويا ترى عملوا معاه انترفيو سالوه شايف نفسك فين بعد 5 سنين ولا الاتش ار عينه على طول؟ كل الخرف ده عشان تقول ان الق
قرضاوي صناعه مخابراتيه. ده انت لو كنت قلت ان هم لقوا على ظهره مكتوب ميد المخابرات كنت هتبقى مقنع اكتر والله. مدبولي تحريك اسعار المنتجات البتروليه لن يؤثر بصوره كبيره على اسعار السلع. مش هيأثر ازاي يعني؟ هو مش لما البترول هيزيد تكلفه النقل هتزيد وبالتالي الاسعار هتزيد؟ ولا هي السلع بتيجي ماشيه على رجليها مثلا وما بتتنقلش؟ هو الحقيقه كان ناقص يقول ان زياده اسعار السلع البتروليه مش هترفع اسعار السلع البتروليه نفسها. حلال فيك اللي عمله محرز والله. رفع اسعار رسوم استخراج البطاقات وشهادات الميلاد والزواج والطلاق. يا جماعه انتوا زعلانين ليه يعني؟ وانتوا لاقين تاكلوا اساسا لما تتجوزوا؟ انت كده كده مش هتتجوز وبالتالي لا هتخلف ولا هتطلق، يبقى مش هتتاثر بالزياده دي. عشان كده انا بقترح على الحكومه تعمل خطوه استباقيه عشان ما حدش يهرب منها، وتفرض رسوم على اللي مش متجوز ورسوم تانية على اللي متجوز وما طلقش ورسوم ثالثه على اللي متجوز وما خلفش، وبكده هنقدر نحاصر الناس ومفيش حد هيعرف يعمل اور ويزوغ من الفشخ. مقتل 8 بينهم رئيس مباحث الشيخ زويد في هجوم انتحاري وولايه سيناء يعلن مسؤوليته. ايه ده؟ ناس الارهاب قتلها؟ طب ما قلتوش للسيسي ليه؟ كان زمانه خد حقهم ثالث ومثلث. كان هياخد حقهم ازاي؟ ودي عاوزه سؤال برضه. كان هياخد عيال الناس اللي ماتت دي ويودوهم يحضروا ماتش النهائي طبعا. يلا معلش تتعوض، ما هو يبقى يلعب معاهم بلاي ستيشن في العيد الكبير وخلاص، اهو قرب يعني. جوائزها 250 الف جنيه. العاصمه الاداريه تطلق مسابقه جديده. العاصمه الاداريه عامله مسابقه لاختيار اسم ليها. والحقيقه انا شخصيا مش هشترك في المسابقه، بس ممكن اقول اقتراحات يعني بدافع وطني مش عشان جوائز ولا حاجه والله. يعني ممكن مثلا تسموها مدينه الفتاح البليح على وزن الفلاح الفصيح كده مش الفتاح العليم، او تسموها بلحن سيتي زي جاردن سيتي كده، هيبقى اظرف وبيدي نفس المعنى الوطني. عموما الافكار كتير والاسماء الوطنيه كتير، بس اللي فكر اردوغان يرفع سعر البنزين والسولار واسعار الوقود بتركيا لتصبح من الاغلى عالميا. ايه ده اردوغان ده؟ ازاي يا اخي ترفع اسعار البنزين؟ انت ما بتفكرش في الشعب التركي خالص كده؟ احنا رفعنا برضو بس احنا ما عندناش شعب نفكر فيه، دول مصريين عادي بنفشخهم كل يوم، انما الاتراك مش واخدين على البهدله. مخاوف من هجمات. شركتان اوروبيتان تعلقان رحلاتهما للقاهره وتحذير بريطاني من زياره مصر. بصراحه انا مش فاهم هم ليه بيعلقوا الرحلات اصلا وخايفين على رعاياهم ليه. اساسا الانجليزي اللي يفكر انه يجي مصر يستاهل اللي يحصل له، اذا كان هو ما خافش على نفسه يخاف وانتوا عليه ليه؟ تجاهل ام استعجال؟ محرز يواجه بلاغا في مصر بعد لقطه المنصه. جئنا مثل ما قال بالماضي ساذهب للمنافسه، جاء للمنافسه فهو يتوج باللقب القاري. شكرا لك رياض، قدت المنتخب في نهايه المطاف الى التتويج كقائد سيتسلمها، صوره تبقى في التاريخ بالنسبه لرياض محرز. يمكن ان نردد النشيد ونردد كل الاناشيد الجزائريه. ما احنا قلنا بقى لا تجاهل ولا استعجال، هو ما عرفوش. وعموما احمدوا ربنا ان محرز لما ما عرفش مصطفى مدبولي تجاهله بس، كويس انه ما شكش ان ده واحد نازل الملعب عشان يسرق الكاس ولا حاجه وبلغ عنه. كانت هتبقى فضيحه الصراحه، لان اكيد الامن نفسه ما كانش هيعرف ان ده رئيس الوزراء وكان هيقبضوا عليه. السعوديه تعيد 300 مصري بعد سفرهم للحج بتاشيرات هيئه الترفيه. ما عادش في ضمير والله. ناس بتقول انها رايحه ترقص وتغني وتتحظ، هم بمنتهى الوقاحه يطلعوا رايحين يحجوا، اعوذ بالله. يبقى شكلك ايه قدام ابليس لما تكون مفهمه انك رايح تسهر وتسكر وتصاحبه وانت في الحقيقه رايح عشان ترجمه؟ معقوله ما بقاش في دين للدرجه دي؟ انا شايف ان السعوديه ما كانش المفروض تكتفي بانها ترجعهم بصراحه، كان لازم ياخدوهم بالعافيه على الكباريهات بملابس الاحرام عشان يبقوا عبره. بعد موقف محرز قاضي يعلن تقديم تعديل لقانون العقوبات ضد اهانه الرموز المصريه. ده تقريبا قاضي مش لاقي حد بريء يعدمه فقال لك ما اقعدش كده من غير شغل، وقرر يجود ويبتكر ماده تعاقب الاجنبي اللي بيهين الرموز المصريه. بس الحقيقه في هنا مشكله، وهي ان الاجنبي هيعرف منين الرموز المصريه اذا كان المصريين نفسهم ما يعرفهمش. فانا بقترح على الحكومه تعلق يافطه على راس كل رمز عشان نعرف، بحيث ان اللي مش على دماغه يافطه يبقى مواطن عادي فالاجنبي يهينه عادي مش مشكله يعني. احنا ما عندناش مشكله ان المصريين يتهانوا، هم واخدين على كده، انما كله الا الرموز. بلاغي يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر بتهمه ازدراء رئيس الوزراء. بلاغي بس يا جدعان ما تظلموش الراجل، ما يمكن ما يعرفش وزير الشباب ورئيس الوزراء عادي، انتوا ليه محسسين ان هم نجوم ومعروفين يعني؟ انا شخصيا واثق ان وزير الشباب ورئيس الوزراء نفسهم ما كانوش يعرفوا بعض، وكل واحد فيهم كان فاكر الثاني تبع الوفد الجزائري اساسا. دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام امم افريقيا. من كم سنه عدى علينا اصعب وقت في عمرنا، احلامنا مالت للغروب على ارضنا انت وانا، قالوا خلاص مش هتقوم لينا قومة تاني ولنا، لكن على مين؟ المصري ما بيعرفش يعني ايه فشل. طيب بعيدا عن وساخة وصف ثورة يناير بانها وقت صعب عدى علينا واحلامنا فيه مالت للغروب، فانا شايف ان دنيا ما غلطتش، احنا ما نعرفش الفشل فعلا، هو احنا لو نعرفه كنا بعدنا عنه، المشكلة بقى ان الفشل هو اللي تقريبا ما يعرفش حد غيرنا، فتلاقيه لازق فينا كده ومش راضي يسيبنا ابدا. بس الحقيقة اللي انا اعرفه ان لما يبقى في بطولة قارية، الاغنية اللي بتتقال فيها تبقى بتتكلم عن القارة كلها، انما احنا الحمد لله عملنا حاجة مختلفة واتكلمنا عن الدولة وانجازاتها، عادي، كان ناقص بس بدل ما نحط ماكيت الهرم نحط ماكيت للجنة انتخابات عليها صورة السيسي ونشغل اغنية عندك نزول يا ابو الرجل.
القبول. جامعة الأزهر تعلن عن إنشاء طب خاص بمصروفات. عمرو أديب، أنا من أنصار هذا المادة. الآن قرروا إنه هيبقى فيه طب أزهر بفلوس. بكام؟ قال لك المصري ب50,000 والأجنبي ب100,000، قسم خاص عشان نصرف على المجاني. ما يا جماعة إحنا بنضحك على بعض، عايز مستوى تعليم ودكاترة ومحاضرات ومعامل مين يصرف على الكلام ده؟ في كتير جدا معاهم وعايزين، وفي كتير كتير ما معاهمش ومش عايزين. آه فكرة عظيمة فعلا، بلا مذاكرة بلا اجتهاد بلا مجموع بلا وجع قلب، أهم حاجة الفلوس هي اللي بتتصرف، إنما المجموع ده هنصرفه منين؟ عشان كده أنا بقترح إن الطالب الغني اللي معاه فلوس نطلعه دكتور على طول من غير ما يدخل كلية أصلا، ما مش وش بهدلة ولا واخد على مذاكرة، إحنا نسيب الحاجات دي للطلبة الفقيرة أم مجموع دي، ولما يبقى دكتور وما درسش إيه المشكلة يعني؟ ده هيتحكم في أرواح ناس، ودي حاجة ملهاش قيمة عندنا يعني، الحاجة الوحيدة اللي ليها قيمة في البلد فعلا هي الفلوس. ما مصير فتاة العياط التي قتلت شابا حاول اغتصابها، وهل تواجه الحكم بالإعدام؟ هل عدد الطعنات له علاقة أنا مش شايف يعني فيها أي شيء منطقي؟ لا أنا أقول لحضرتك على حاجة، عايز أقول لحضرتك على مسألة أرجو أن تستمع إليها ويستمع إليها المشاهدون. قالتها محكمة النقد المصرية في عبارة من سلاسل ذهبية، قالت أن تقدير أمر الدفاع الشرعي هي مسألة اعتبارية ينظر فيها إلى الظروف والملابسات التي أحاطت بالمدافع وقت ارتكابه الفعل. ربنا يستر بس والنيابة تخلص تحقيق بسرعة، وما نلاقيش البنت قعدت 40 سنة في السجن بيتجدد لها على ذمة التحقيق. أصل إحنا القوانين اللي مكتوبة في الكتب دي ملهاش علاقة باللي بيتنفذ في الواقع خالص للأسف. أنا شخصيا متأكد إن في ناس وسطنا ووسط اللي بيحققوا مقتنعين إن البنت غلطانة، وعادي يعني ما كانت سابته اغتصبها وخلاص، كان زمان البنت في بيتها دلوقتي والواد عايش، هو يعني كان هياخد منها حتة ولا هيروحها ناقصة إيد ولا رجل؟ ده حيالله هيغتصبها يعني. شاب بقى وطايش وكان مصيره عقل لما يكبر ويبطل اغتصاب، بس هي منها لله ما ادتلوش فرصة وقتلته. أنا شايف إن البنت دي فعلا محتاجة الدعم، ومحتاجة إن قضيتها تفضل مطروحة وما تنامش، ومحتاجة إن الرأي العام يفضل مفتح عينيه ويضغط عشان نحميها من سلطات وجهات تحقيق كلنا عارفين كويس بتشتغل إزاي. الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بدعوى مراجعة الإجراءات الأمنية. سمعات أو سمعة الدول ليست لعبة، والكلام في أمن المطارات ليس نزهة، وهذه ليست أول حركة إنجليزية مع مصر، احنا فاكرين الحركة اللي قبل كده، فهذا أمر يجب أن نأخذه بكثير من الجدية. والله بصراحة أنا شايف إن إنجلترا دي لو دولة ديمقراطية فعلا ومتحضرة زي ما بيقولوا، كانت زي ما خافت على رعاياها، خافت علينا احنا كمان وخدتنا عندها لحد ما القلق يخلص، ما احنا أرواح برضه، منتهى العنصرية والله. لماذا يجب أن نحتفل بقانون الجمعيات الجديدة؟ 6 إيجابيات لقانون الجمعيات الجديدة. كل ما البلد دي تستقر كل ما القيود تخف، فتلاقي مثلا في القانون الجديد تم فيه ايه؟ تم فيه الغاء عقوبة الحبس، تم السماح بالحصول على التمويل الاجنبي بشرط اختار السلطات وعدم انتهاك المنظمة اي من القوانين القائمة، ودي نقطة مهمة جدا لان في ناس كانت بتيجي البلد كان بيدخل فلوس ويخرج فلوس محدش عارف هي جاية منين وراحة فين وبتعمل بها ايه. ومبدئيا احنا مش مستغربين خالص ان البرلمان كان موافق على قانون وبعدين وافق على عكسه، ده عادي يعني، احنا البرلمان عندنا شغلته انه يوافق اساسا على اي حاجة تتقدم له بغض النظر هي ايه، تقدم له بقى قانون، تقدم له اكل، تقدم له عريس، هيوافق برضو. بس هو فجأة كده الجمعيات بقت حلوة، والتمويل الأجنبي اللي نص شباب البلد محبوسين ومتهمين بيه بقى عليه سكر دلوقتي. طب والمؤامرات يا جدعان والأجندات وأمن البلد؟ لا واضح إن احنا ما اتضغطش علينا خالص فعلا، احنا كان ناقص بس نحط بند يسمح للأجانب إن هم يشتغلوا جواسيس في مصر عادي. طالما شغلنا شريفة يبقى خلاص. محمد الباز يحذر من ظهور دعاة غير معروف مصدرهم مثل أمير منير. احنا عندنا كل شوية يطلع ناس يركبوا سفينة الدعوة، يعني دول اللي هم مندوبين مبيعات الدعوة، وهم مجموعة من الدجالين والنصابين باسم الدين، يعني انا مش عايز اقول انه يسوق الرجعيه. وخلي بالكم من طريقته، خلي بالكم من ادائه، اللي هو احنا يا رب احنا خلصنا من اللزوجه، يعني كان في دعاء كده يطلعوا عندهم كم من اللزوجه غير طبيعي. هي المشكله مش في الكلام اللي بيقوله امير منير وهل هو صح ولا غلط، المشكله عند الباز واللي كاتبين له السكريبت ان ما ينفعش اصلا اي داعيه يظهر او ينطق الا لما يكون طالع من تحت باط الشؤون المعنويه ومؤمن ان الجيش هو المصدر الاساسي للشريعه، هو ده اللي مؤهل للكلام في الدين حتى لو كان يهودي اساسا. وبعدين انت عمال تقول ما ينفعش حد يتكلم مش اهل، ده على اساس انك مولود في CNN، انت قاعد تتكلم ليل نهار مع الناس ومحدش عارف انت خدت الاعداديه اساسا ولا لا. من تحليل خطبه وزير الاوقاف عن المنافقين نستنتج عدم جواز صلاه الجنازه على محمد مرسي. طيب هنا لن اكلف الدكتور مختار جمعه بما لا يطيق، واقول مثلا انه يقول انه لم تكن الصلاه على مرسي جائزه، لكن انا هبني على كلام بمعنى ايه؟ طيب اذا كان هذا هو حكم قراني فان محمد مرسي بالنسبه لنا تنطبق عليه كل صفات المنافقين. انا بصراحه لما حللت خطبه مختار جمعه على المنافقين استنتجت حاجه تانية خالص، وهي عدم جواز الصلاه على مختار جمعه نفسه وعليك انت كمان، انما الرئيس محمد مرسي الله يرحمه ملوش علاقه بالموضوع خالص. عموما هي حاجه غريبه قوي ان مختار جمعه بذات نفسه يهاجم المنافقين اللي هو ابوهم الروحي اساسا، بس الواحد ما بقاش يستغرب من حاجه، اللي يخلي واحد زي مختار جمعه يخطب الجمعه اصلا يخلي اي حاجه تحصل. بس عجبني قوي الباز هو بيحشر اسم الرئيس مرسي بدون اي معنى او مناسبه، اللي هو مش معنى ان الموضوع ملوش علاقه بيه ان هسكت ومش هعرف.
واجيب سيرته بكل وساخه، وده بيثبت لنا ان التطبيق ممكن يستحدث من العدم عادي جدا يعني. بالنسبه بقى لموضوع المعارضه اللي في تركيا، فهو ده الطبيعي على فكره في اي بلد، ان المعارضه بتعارض سياسات الحزب الحاكم، بس احنا مستغربين ومكبرين الموضوع شويه لاننا ما بنشوفوش عندنا خالص. احنا المعارضه عندنا بتنتخب السيسي عادي وبتقف معاه، ده احنا عندنا اللي بيرشح نفسه قدام السيسي نفسه بينتخب السيسي. محمد الباز يرد على جمال بالماضي مدرب الجزائر بعد تصريحاته. الرابش اللي حصل من ناس رابش يعني 2 3 4 لا يمثلوا الشعب الجزائري ولا يمثلوا الجزائر، لا يمثلوا الا انفسهم. احنا بنتكلم عن بلد كبيره جدا اسمها الجزائر، شعب عريق جدا اسمه الجزائر، هم دول اللي احنا مهتمين بيه. والله يا باز افندي انا شايف ان احنا اللي غلطانين برضو وحطينا نفسنا في الوضع ده. ناس تقول اننا شجعنا الجزائر ومدرب الجزائر مش عاجبه بيقول اننا شجعنا السنغال، وحوارات كتير كنا في غنى عنها يعني. يعني لو كان منتخب المتحرشين بتاعنا ده صعد للنهائي، مش كان زماننا كلنا توحدنا وشجعنا الفريق اللي قصاده وخلاص بدل الخيله الكدابه دي؟ تركي آل الشيخ اذا كان في مصر بليغ حمدي، في السعوديه رابح صقر. والله يعني مع احترامي لرابح صقر وكل محبيه واللي واضح ان هم كتير لسبب انا عجزت ان انا افهمه خلال السنين الطويله اللي عشتها في المملكه، لكن يبدو انه ذوق مكتسب او acquired taste، واحترام اذواق الناس واجب. بالمناسبه ده الفنان رابح صقر للي ما يعرفوش. بس برضه معلش هطلع عمرك يعني، هو انت عارف مين بليغ حمدي اساسا؟ ولا كنتش فاكره لعيب كره في بيراميدز مثلا؟ رابح صقر مين يا ابني اللي بتشبهه بليغ حمدي؟ رابح صقر ده ما ينفعش حتى تشبهه بالعود اللي بليغ كان بيدندن عليه، ده اخره تشبهه ببنطلون بليغ مثلا. تركي فاكر انه زي ما اشترى الفنانين بفلوسه يقدر كمان يشتري تاريخ الفن ويرشي ودان الناس عشان لما تسمع النشاز تقول الله، بس ده مش ممكن يحصل. وبعدين يا اخي مش لازم تشبيهات في الفن بين مصر والسعوديه، ما عندك حاجات تانيه كتير يعني ممكن تنفع غير الفن. ممكن مثلا تقول مصر عندهم قتال قتلة اسمه السيسي واحنا عندنا سفاح سفحه اسمه ابن سلمان. ايه؟ بليغ حمدي كان بيمدح رابح صقر؟ الموسيقيين نادرين، في ملحنين كثير، لكن انك تجد شخص وموسيقي بهذا الحجم، انا اعتقد ان رابح هو اهم موسيقي حاليا موجود، والدليل التنوع اللي موجود في ألبومه الاخير. يعني ما حد ينكر انه رابح متميز، مش متميز بس بنوعيه الاعمال، طريقة التنفيذ لرابح تخيل ترى تفرق عن كل اللي موجودين في الساحة. انت تسمع شريط رابح وروح اسمع اي شريط لاي فنان خليجي تلقاه مختلف. هذا اللي ميز رابح. على فكرة جمهور رابح جمهور عريق، جمهور محب يتابعه في كل مكان، لانه استطاع. انت عارف انه الوحيد اللي يرقصك وانت تبكي هو رابح. رابح صقر الوحيد اللي ممكن يخليني ارقص وانا حزين لانه ما ادري بيرقص الحزن. عظيم هذا الفنان. عمرو اديب لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، انت قصه نجاح لكل شاب مصري مخلص لبلده. لم نسمع عنه شيء سيء عندما كان وزيرا او عندما اصبح رئيسا للوزراء، لم نسمع عنه اشاعه. هذا الرجل في يده المليارات، يعني يقدر يدي اي حد مليارات في بلد شغاله في مدن جديده ومصانع اسمنت ومصانع حديد واشياء كثيره جدا. واضح قوي ان الموضوع بتاع رياض محرز حرقهم، وواضح ان مدبولي واخد على خاطره وصدرت الاوامر ان هم يحاولوا يرفعوا معنويات واحسن يكتئب ويجي له تسلخات ولا حاجه. بس هو الحقيقه الناس مش بتتريق على مدبولي عشان ما بيظهرش، الناس بتتريق عليه ببساطه لان هم عارفين ان هو خيال مات، ومفيش اشاعه ظهرت عليه رغم المشاريع اللي بمليارات، لان كل المشاريع دي واخدها العسكر ومتحكمين فيها وقاعد بيتفرج زيه وزينا عادي جدا يعني. وبعدين الناس مالها المراسله بتاعتك انبهرت بيه ولا ركعت تحت رجليه؟ الناس ليها نتيجة شغل، والنتيجة أسعار غالية وعملة واقعة وتعليم وصحة بايظين. عموما أنا مقدر جدا المجهود اللي بذلته يا عمرو عشان ما تنساش اسمه وأنت بتتكلم عنه، وربنا يستر والأيام الجاية ما نلاقيش الشؤون المعنوية نزلت فيلم مخصوص وجايبة فيه ناس من جنسيات مختلفة بيسلموا على مصطفى مدبولي وبعدين بينجحوا وحياتهم بتتغير عشان نغيظ محرز وننتقمه. شاهد كيف طرد فلسطينيون بالمسجد الأقصى مطبعا سعوديا جاء ضمن وفد إعلاميين عرب لزيارة دولة الاحتلال. يلا يا رخيص يلا يا يا مطبع رخيص يا زباله، مطبع معالي صحون تبعونا، هاي وجهه المعري يا زباله رخيص يا نزل، هيو هاي وجهه الهلس رخيص، مطبع معالي هو سمعت مثل المال العميل. ايوه ايوه هاي اطفال اطفال فلسطين كلهم بتف عليك يا مقرن. خلي ترامب يحلبكو، خلي ترامب يحلبكو. لا يصلي صلي برا ينزل يروح على الكنيسة تروح صلي بيت الكنيسة برا صلي معاك هون بالسلسلة بالسلسلة برا برا
صلي بيت الكنيسه تبعك، شو صلي هون؟ هون طاهر. هاي واحد زباله زيه، هذا محل طاهر، هذا مش للزباين، مش للمطبعين. روحوا صلوا بيت الكنيسه. يا كلب يا زباله. لا خلاص انضرب. ما حد بيدي عليه، ما حد بيدي عليه، يلا. انضرب عشان بالاقصى. صلي بيت الكنيسه، تجيش صلي هون. عند الهود روح صلي. عند الهوت تبعونا صلي. يلا يا زبالة يا ملوكين. برا الأقصى دايما بتضحي الزباين. يلا الأقصى دايما بتضحي الزباين. ازيك؟ يلا برا يا زبالة. والله الجندرة رخيصة فيك يا زبالة. أرخص من رخيص ورا إيه؟ أسعمان قادر تحطولي يا اخي. سبحان الله، تحس ان هم بينقوا الخونه نقاوه كده. الراجل ماشي بمنتهى البرود كانهم بيرش عليه برفان مثلا، مش بيتفوا عليه، زي ما يكون قلع كرامته قبل ما يلبس العبايه. ما عندوش اي مانع يتهان عشان ينفذ اوامر اسياده. بص على شكله وعلى شكل العيال اللي ما كملتش 10 سنين وبتفوا في وشه، هتعرف الفرق بين الخاين وصاحب القضيه. عموما لما ترجع لبن سلمان يبقى خليه يمسح لك التفافه دي بالريالات، زي ما بيمسح وسخته بالدولارات اللي بيبعتها امريكا. اي حد يقول كلمه بره على بلدنا يحصل له ايه؟ وزيره مصريه تسال وتجيب، يتقطع. علشاننا، لان احنا ما عندناش غير بلد واحده، مصر. مصر اللي بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا مع بعض. ومهما تغربنا ومهما رحنا ومهما جينا، بتفضل البلد دي داخله كده في قلبنا، وما نستحملش ولا كلمه عليها بره. اي حد يقول كلمه بره على بلدنا يحصل له ايه؟ يتقطع. اللي يقول كلمه يتقطع على طول كده، مش يتحاكم مثلا، لا يتقطع. هي دي وزيره الهجره يا جدعان، ولا ده محمد بن سلمان متنكر ومش عاوز يقول حاجه حلوه؟ بصراحه ان وزيره الهجره تشاور بعلامه ذبح للي يقول كلمه عن مصر، عشان تثبت للدنيا كلها ان احنا بلد ما فيهاش حاجه اسمها قانون. حاجه لايقه جدا على العصابه اللي بتحكم. انا بقول لمدام نبيله يا ريت تسيبها من الكلام ده وتحاول تشوف شغلها في الهجره. يعني مثلا يا تهاجر هي وتعتقنا، يا تهجرنا احنا عشان نتعلها. والله فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. اقول لك بقى على جمله انا كنت مألفها: الراجل من غير بيت زي اللاب من غير نت. الجملة تبان كوميدية، بس ادخل كده في محتواها وتفاصيلها شوية هتحس ان الجملة فعلا مهمة قوي في حياتنا. اعمل يا جدع لايك، اقرولي، قول لي الله ينور، ما تقل، اشتمني، وفي ما كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجة، تبحلق وتبرق بس في الكومنت او في البوست، بحلق وبرق، انت داخل على الفيسبوك عشان تبقى بحلق وبرق. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.